استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما أن مملكة البحرين تحقق النجاح تلو النجاح في مختلف الميادين التنموية، ويستدل على ذلك بالمستوى المتصاعد لمسارات التنمية بأوجهها المتعددة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. في هذا الصدد فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بثقة المستثمرين في مكونات القطاع المصرفي وبيئته التشريعية بمستقبله في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي عكسها معدل النمو وتغطية مصرف البحرين المركزي وإصدارات أذونات الخزينة الحكومية حيث فاق الطلب عليها بمقدار إصداراتها، مما يدل على الثقة العالية في السياسة الحكومية الاقتصادية والمالية. كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي بالإضافة إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.